الاهلي ونقول لك هارد لك. المباراه الاولى للدور ال 16 لبطوله افريقيا طبعا انتهت يعني بنتيجه 8 86 87 77. شايف النتيجه النهارده ازاي والاداء النهارده ازاي يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا على كل شيء. اول مباراه دي كانت بالنسبه لي مهمه جدا، انك تحاول كنا عايزين نكسبها. جاي مع فريق قوي، بطل انجولا، لسه جاي من انجولا كسبان بيترو اتلتيكو، اجمد فرقه تانية في انجولا. هو عن المحترفين بتوعه بيلعبوا جوه الدوري الثلاثه اللي معاه. احنا عندنا 2 محترفين، واحد جاي اول امبارح والتاني معانا من فتره. نظام الدوري بتاعنا مخلينا مش عارفين حتى نعمل ماتشات وديه ان هو يلعب، فنوعا ما هم مش حافظين شغل كبير قوي في السيستم اذا كان هجومي او دفاعي. ده مأثر في حاجات كتير قوي في شغلنا. وكان لازم يلعبوا لان انا عندي بكره وعندي بعده وبعدين هخش على الدوري المصري. الفرقه التانيه فرقه موفقه جدا النهارده في الثري بوينت. احنا النهارده على فترات على مدار الجيم شويه نبقى كويسين شويه وحشين، منها شغل كتير قوي حفظ جزء المحترفين اللي في الملعب. عندنا زي ما انت عارف اصابتين جايين في وقت صعب، جمال وسيف، ومؤمن راجع اصلا من اصابه خوفنا ندخله، ومشعل يعني بحكم ان في محترفين فلازم كنت اخرج حد. دي المشكله اللي عندنا. طبعا لو كاملين او بيتمرنوا معايا من فتره طويله او بيلعبوا ماتشات وديه الموضوع كان هيبقى مختلف عن كده. في الاخر الحمد لله رب العالمين ده جيم في جوه بطوله. انا من الجيمين التانيين في الاخر اول وتاني بيطلعوا دور الثمانيه. شايف صداره المجموعه تكون عامله ازاي يا كابتن بعد الهزيمه في المباراه الاولى؟ هي كانت مهمه. انا كل كلامي ومحاضراتنا مع الفرقه ان انت عايز تاخد اول علشان دور الثمانيه يبقى ليك فرصه انك تلعب الماتش الثاني على ملعبك. هنستنى نتائج الفرقه الثانيه. فرقه رواندا فرقه مش سهله، فرقه فيها حوالي 5 محترفين منهم 3 و2 متجنسين، بيلعبوا في سيستم الباسكت في رواندا كويس. احنا كان نفسنا نقول لك اول عشان خاطر دي، بس في الاخر انت يهمك انك تتاهل والدور الثاني بعد شهر. الموضوع هيبقى مختلف ان الناس بتتمرن معاك فتره اطول، المصابين يبقوا موجودين او اللي جوه الملعب يبقوا بدنيا احسن من كده. في الاخر قدر الله ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. طبعا المباراه هتكون بكره، المباراه الثانيه، اهم تعليماتك واهم ملاحظاتك اللي هتكون للفريق بعد هذه المباراه يا كابتن؟ احنا كلامنا واحد في كل المباريات، لما بتكسب جيم ما بتفكرش فيه او لما بتخسر جيم بتنساه وبتحاول تعمل ريكفري، بتعمل ميتنج على الفرقه اللي هتلاعبها. احنا مسجلين ماتش النهارده فبتعمل لهم محاضره بكره على الفرقه اللي هتلاعبها. ده دايما في كل الدورات المجمعه، ما بتعرفش تعمل اكتر من كده، انك تقول للعيب وتوريه الفرقه الثانيه بتلعب شكل الاوفنس او الحاجات الهجوميه، الخطط الهجوميه بتاعتهم شكلها عامل ازاي وهتحاول توقفها ازاي. فبقى توفيق، انت قادر، هو اقوى، انت اقوى. ده دايما كلامنا في كل الدورات المجمعه او الماتشات اللي هي زي ما بنلعب سبت وثلاث في الدوري. فان شاء الله يبقى لنا نصيب بكره، ان شاء الله هنكسب، لان الماتش بكره مهم جدا بعد ما مكسب رواندا لموزمبيق. مكسبك ليه بكره هيخليك تبقى بعد اول اغسطس تاني المجموعه، وتستنى نتائج الفرق الثانيه مع بعض. وارد تحصل مفاجاه ان رواندا تكسب او موزمبيق، هنستنى. اخيرا الجمهور بيقول لك افريقيا يا اهلي، ايه رسالتك للجمهور يا كابتن؟ طبعا ان شاء الله احنا انت عارف احنا دايما بنلعب رياضه، ودايما بنقول للناس وبنضغطهم ان انت في النادي الاهلي لازم تلعب باقوى حاجه عندك بروح عشان الجمهور اللي متابعك. انت عارف الجمهور الاهلي جمهور كبير، عدده كبير جدا، فاحنا دايما بنلعب علشانه. ان شاء الله ان شاء الله، يعني مش عايز اوعد زي ما وعدت في البطوله اللي فاتت في 2016، ما كانش حد مصدق ان احنا هناخدها. انا يعني انا وكابتن هاني عبد المنعم اكتر 2 كنا مصدقين وغرزنا دي في الفرقه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نبقى لنا برضه حظوظ فيها السنه دي ونلعب في الفاينل، وان شاء الله يبقى من نصيب النادي الاهلي. وانا بالنسبه للجمهور انا حزين النهارده طبعا ان ما فيش جمهور، ده دافع كبير للولاد وخصوصا الفرق الاخرى. يعني حتى لو هو لو هنقول مش دافع ليك، هو بالنسبه لفرق اخرى حاجه بتخض وحاجه بتقلل الضغوط، بتزود الضغوط اللي عليه، بيفرق معاك كتير جدا. فان شاء الله يبقى في حل للموضوع ده. الحمد لله، وان شاء الله القادم اقوى باذن الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. شكرا ليه، شكرا.